بسم الله الرحمن الرحيم. سيد الرئيس، سيدات السادة الوزراء، سيدات السادة المنتخبين التجمعيين، أيها الحضور الكريم، سعيد باش نتلقى بكم اليوم في هذا المنتدى الوطني الختامي للفيدرالية الوطنية للمنتخبين التجمعيين اللي كنختموا به سلسلة ديال اللقاءات 12 اللي قمتوا بها واللي كانت مناسبة ليا باش نحضر لها كلها الحمد لله. وهي مناسبة باش نهنيكم على النجاح ديالكم في جميع الجهات وعلى التنظيم ديالكم ديال هذه المنتديات الجهوية. هذه المنتديات كانت فرصة باش تلاقاو فيها مع المنتخبين، واليوم وانا كنشوف الصور ديال الناس اللي حاضرين كنشوف بانه النوع الثقيل يعني الفوالور ديال الحزب كله حاضر معنا في أكادير. وبالمناسبه نقول لكم ان أكادير كترحب بكم وحنا فرحانين باش تكونوا معنا في هذا يعني في هذا اللقاء هنا في هذه المدينه الجميله. هذه المنتديات كانت فرصه باش نتلاقاو فيها مع المنتخبين ديالنا واللي هما تقريبا اكثر من 10,000 منتخب ومنتخبة، ونسمعوا لهم ونسمعوا المشاكل ديالهم. مناسبة كذلك باش نبقاو قراب منكم، يعني قراب من المنتخبين ديالنا، وهذه المناسبة بغيت نشكركم كاملين على المجهودات ديالكم في الجماعات وفي الجهات والأقاليم والغرف المهنية اللي كتمثلوا. شكرا على العمل اللي كتقوموا به يوميا مع المواطنين، لانه بالرغم من الظروف اللي كانت صعيبه وصعيبه جدا، كنتوا في المستوى ديال الثقه اللي دار فيكم الحزب، وان شاء الله نكونوا في مستوى ديال التطلعات ديال المغاربه كاملين ان شاء الله. وانا حرصت باش دائما نشوفكم ونكون معكم في جميع الجهات كما قلت بدون استثناء. ومن خلال الاستماع لكم تكون عندنا تصور واضح على الأولويات ديال المنتخبين وعلى مستقبل الجماعات الترابية في بلادنا بصفة عامة. وحنا كنا فرحانين ملي شفنا منتخبين نساء شباب قيادات محلية عندهم غيرة كبيرة على المناطق ديالهم ودايرين مجهود كبير باش يخدموا بلادهم. هذا الشيء يخلينا متاحين على مستقبل التجمع الوطني للأحرار، لأن معنا رجال ونساء وطنيين ومنخرطين في مسار التنمية ديال بلادنا. أيها التجمعيات والتجمعيين، ما يمكنش نتلاقاو اليوم بلا ما نهضروا على الحكومه وعلى الحصيله ديالها. والاخوان السيد الرئيس والسي اوجا والسي الوزير كانت عندهم مناسبه، وبلا ما نتكلموا على الاوراش والبرامج الملكيه الكبيره اللي اليوم عندنا كامل الشرف اننا نقوموا بالتنزيل ديالها على ارض الواقع. فمن بعد النتائج الانتخابيه فهمنا الرساله، فهمنا ان المغاربه بغاو التحالفات اللي هي واضحه وباينه، بغاو حكومه ملتزمه اللي كتحقق انجازات اللي هي تكون ملموسه. حنا ملي جينا للحكومه كنا واضحين، وهذا الشيء قلته في الحصيله ديالي ديال نصف الولايه. قلنا اشنو بغينا لبلادنا، شنو بغينا للمواطنين والمواطنات، اشنو كينتظروا منا المغاربه. وفي الحقيقة الأمور ما كانت سهلة، وهذا الشيء لازم نذكروا به. نهار جينا كانت البلاد مازال كتعاني من الكوفيد ومن الأثار ديالو، لقينا قدامنا كذلك الحرب الأوكرانية الروسية، من دون أن ننسى أزمة الجفاف اللي كنعيشوها هذه أكثر من 3 سنين. لقينا كذلك الحوار الاجتماعي واقف، الناس في القطاع العام وفي القطاع الخاص كل شيء كيشكي، كل شيء ما عجبوش الحال. لذلك ما كانش ممكن نبقاو واقفين وكنتفرجوا،
وقلنا رغم الظروف فجينا لازم نكونوا عند تطلعات جلالة الملك وتطلعات المغاربة اللي تقوا فينا واللي بغونا نحسنوا من الوضعية الاقتصادية والاجتماعية ديالهم. تحملنا المسؤولية ديالنا وقلنا كاين جوج ديال الملفات اللي هما كبار واللي هما مهمين. اولا خاصنا نتجاوزوا الضفية والإكراهات ديالها ونحافظوا على القدرة الشرائية للمواطنين. ثانيا خاصنا نواصلوا تكريس أسس الدولة الاجتماعية كيف ما بغى سيدنا الله ينصره وفي الوقت ديالها المحدد. وراكم تابعتوا معنا الحصيله اللي قدمت في البرلمان، وهي هذيك الحصيله اللي تقدمت في البرلمان هي حصيله للتاريخ، حصيله غادي نبقاو نفتخروا بها كحزب وكحكومه، لانها حصيله ديال المغاربه كاملين ودناها مع المغاربه، لانها حصيله ديال الاسره المغربيه، لانها حصيله فيها التنمية للجميع. وأنتم كمنتخبين من حقكم أنكم تفتخوا بالحكومة ديالكم. هذا الشيء اللي دناه في عامين ونص، يعني راه ما قدرتش تديروا حكومات في ولايات كاملة ديالها. قلت فتحنا جميع الملفات وجميع الأوراش في عامين ونص: التعليم، الصحة، الدعم الاجتماعي المباشر، التغطية الصحية لجميع الفئات، دعم السكن، تدبير أزمة الجفاف، تجاوز اختلالات السياسة المائية، زلزال الحوز، الحوار الاجتماعي. كل هذه يعني نقاط اللي كبيرة واللي اختناها في عامين ونص وقمنا بالواجب ديالنا. بالمناسبة هذا الشيء ديال الحوار الاجتماعي شخصيا استغربت من بعض التصريحات وقلت كيفاش يمكن هذا الشيء، زعما هذا الكلام كله كيتقال بالنسبه للمواطنين، وما كنفهمش كيفاش انه البعض اللي كان كيعارض الزياده للموظفين كيقول لك لا ما تزيدوش الموظفين في الاجور، اليوم كيقول لك لا خصكم ما تعطيهمش 1000 درهم، تعطيهم 10000 درهم. يعني سبحان الله بين عشيه وضحاها هذا ما وقع. لكن يمكن نفهموا ان هذه التناقضات الى رجعنا شويه للوراء وشفنا كيفاش كاين يتنفذ هذا الملف ديال الحوار الاجتماعي في هذه العشر سنين اللي فات، راكم غادي تفهموا كل شيء. حكومتنا في النصف الاول من الولايه ديالها مكنت الموظفين ديال القطاع العام والاجراء ديال القطاع الخاص من زيادات كبيره وتاريخيه واللي هي خصنا نعترفوا بالقيمه ديالها. ما كان سهل في هذه الظروف انك تزيد الموظفين زياده ديال 1000 درهم او لا 1500 ديال الدرهم للاساتذه او لا 3000 ولا 4000 ديال الدرهم اللي كندوزوا لواحد المرحله اخرى. وكنقولوا كون كانت الامكانيات راه يعني غادي نتجاوبوا اكثر، ولكن غالب الله ان الامكانيات هي اللي موجوده اللي سمحت لنا باش نمشيو لهذا المستوى. انا نقول لكم مباشره أنه إلى المغاربة ارتاحوا كذلك في هذا الشيء، هذا في هذه القرارات، هذاك هو الربح ديالنا. بغينا الناس والمواطنين يبقاو يذكروا هذه الحكومة بالخير ويبقى راسنا مرفوع قدامهم ووجهنا حمار معاهم. بغينا نخليو مدرسة مدرسة مزيانة لوليداتنا. بغينا نوجدوا سبيطار مزيان للأسرة المغربية باش ما تبقاش تفكر للطبيب أكثر من المرض. بغينا المغاربة يكونوا بحال يكونوا متساويين في الحقوق. بغينا جميع المغاربة يلقاو المدرسة والطبيب والطريق وجميع المرافق الأساسية. وهذه النتائج المهمة اسمحوني نقول لكم، انتم كتمشيو الميدان وكتلقاو بالناس، الناس حسات بها، الناس حسات بها والاثار ديالها وصل للمواطنين في المجال الترابي والمحلي واللي هو اساس التعاقد ديالكم مع السكينه باش كسبتوا الثقه ديالهم. وحنا عارفين انه مازال قدامنا تحديات كبيره. نعم سي اوجار انه من حقكم انه يكون طموحات اكبر في المستقبل،
وهاد التحديات في واحد المجموعة ديال المجالات، إشكالية الماء، إشكال إنعاش التشغيل عبر التطوير الاقتصاد الوطني. وهذا الشيء احنا غنشتغلوا عليه ان شاء الله، وغادي نحققوا نتائج مهمه في هذا النصف الثاني من الولايه ديالنا، لانه ما احنا الان الا في نصف الولايه، وباقي عامين ونصف اخرى اللي غادي نحققوا فيها ان شاء الله منجزات كبيره للمواطنين. هذه مناسبه كذلك ما تفوتنيش الفرصه باش نشكر الفريقين البرلمانيين ديالنا ورؤساء اللي حاضرين معنا اليوم في مجلس النواب ومجلس المستشارين على العمل الكبير اللي كيقوموا به، وعلى التفاعل ديالهم الإيجابي مع الأوراش والبرامج الحكومية، وعلى المسؤولية ديالهم مع فرق الأغلبية باش نوصلوا مسار التنمية وننزلوا الالتزامات ديالنا مع المواطنين. سيدة السادة المنتخبين المحترمين، احنا كلنا واعيين بالأهمية ديال المنتخبين التجمعيين، واعيين بالدور ديالهم يعني في المسار ديال التنمية، والاهتمام بالأدوار ديال الجماعات المحلية هو داخل في الأديان ديال الأحرار. ما نساوش أن أول ميثاق جماعي أتكلم عليه سي أوجار كان في سنة 1976، وقعوه ثلاثة ديال المؤسسين ديال الأحرار، سي عثمان وسي شيقر وسي غاي. وما ننساوش ان بلادنا من بعد الدستور ديال 2011 قطعت اشواط مهمه كتعلق بالجهويه المتقدمه ومنحات الكثير من الاختصاصات للجماعات الترابيه. وحتى واحد ما يقدر ينكر التقدم اللي حصل في القوانين التنظيميه ديال الجماعات، واللي عطات الجماعات والغرف ومجالس الجهات مساحه مهمه ديال الاشتغال وديال الاستقلاليه وديال التدبير الحر. لكن هذا الشيء ما كيعنيش اننا نقول بان الممارسه العمليه بينات بعض الاكراهات والمشاكل وربما النواقص. وهذا الشيء علاش مشينا على الناس للجهات والاقاليم ديالكم، وبعد انتخابات مباشره ما تسنيناش تبقى ست شهور يعني انتخابات، مباشره بعد الانتخابات بدينا يعني كنخمو في هذه الجولات. وفي نفس الوقت ما كانش ممكن نقترحوا شي رؤيه ولا تصور بلا ما نتصوروا معكم ومع جميع هيئات ديال الحزب. هادشي علاش درنا الجولات الجهويه ديال المنتخبين، وشخصيا مع الوزراء واعضاء المكتب السياسي مشينا 12 يعني جهه، ودرنا المغرب كامل، وخدينا معنا بعض الخبراء والاساتذه باش يواكبوا معنا هذا العمل. وهادشي بالحقيقه إلا كتعقلوا معايا كان بديناه في 100 يوم 100 مدينة، وحقا بديناه من مسار الثقة يونا دي ليفري، نجزنا 100 يوم 100 مدينة نجزنا. اليوم حنا كنتكلموا على مسار التنمية، وفتحنا أنا ذاك نقاش في المدن الصغيرة والمتوسطة، والجميع تقريبا كانت عنده أولويات مشتركة. شنو هي الأولويات؟ المدرسة، السبيطار، المرافق الاجتماعية ديال القوم والتشغيل. واليوم درنا نفس العملية معكم تقريبا عام ونص وحنا في الجولات الجهوية، سمعنا الجميع المنتخبين وعرفنا التحديات والإكراهات اللي كاينة عندكم في الميدان، وأنا شفت كيفاش كانت بعض التحديات حاضرة في الجهات، تحديات ديال الوضعية الاعتبارية والمؤسساتية للمنتخبين، تحديات اللي كتخص الاختصاصات والإمكانيات المالية والبشرية، تحديات ديال الالتقائية يعني لا كونفيرجونس في البرامج والمخططات الترابية، تحديات اللي هي مرتبطة بالتواصل والتكوين ديال المنتخبين واللي عندها دور أساسي في المرحلة المقبلة. هادشي كامل خلانا نكونوا فكرة ونكونوا كذلك تصور على العرض اللي يمكن نجيبوا به. وفي نفس الوقت لقينا عدد من المشاريع والبرامج اللي جابت الحكومة واللي كينا في الجماعات، كينا في وسط الجماعات والأقاليم والجهات. الحكومة بالبرامج ديالها عاونت الجماعات من أهلت عدد المستشفيات القوب لي سونتر دو سونتي،
واليوم وجد أكثر من 500 وغادي نوصلوا 1400 يعني بحول الله. الحكومة عاونت الجماعات مني زادت مجموعة من المؤسسات التعليمية في عدد من المناطق ودارت مدارس ديال الريادة اللي وصلت هذه السنة لأكثر من 600 مدرسة، وكل عام غادي نزيدوا ب 2000 مدرسة ديال الريادة في العام في أفق تعميمها. الحكومة كذلك عاونت يعني في الجماعات الترابية لا في لو فون اف اس اش ولا في الاف دي ار، يعني في واحد العدد ديال المشاريع اللي كتهمكم، وهذا شيء مهم بالنسبه للتنميه وفك العزله في عدد من المناطق وفي عدد من الجماعات خصوصا في العالم القروي. سيدات الساده المنتخبين، منذ تاسيس الفيدراليه الوطنيه للمنتخبين التجمعيين هذه اكثر من سنه، يعني بديت الاشتغال في اطار المنتديات الجهويه، واليوم عندكم رؤيه واضحه متكامله للتدبير الترابي والافاق المستقبليه، وبغيت مؤسسات منتخبه قويه اللي غادي تجاوب مع تطلعات المواطنين. ولذلك قررنا داخل الحزب نواكبكم وفتحنا معكم هذا الورش بكل جرأه وبكل مسؤوليه سياسيه. وانتم كتعرفوا ان نصف الولايه في الجماعه الترابيه والغرف المهنيه ما غادي تكمل حتى الاكتوبر الجاي، اذا باقي لكم 3 سنين ان شاء الله باش تكون المجهودات ديالكم تعطي الثمار ديالها ونحققوا نتائج مهمه لصالح المغاربه. من بعد هذا النقاشات اللي دامت اكثر من سنه بنيتوا التصور ديالكم ديال مستقبل الجماعات الترابيه والغرف المهنيه، واليوم خصكم تاخذوا هذا التصور وتدافعوا عليه امام الجهات المسؤوله، لان فيه الكثير من المقترحات والخلاصات اللي هي مهمه جدا اللي يمكن تجود العمل الجماعي وتقوي ضوء المنتخب. فالمجهود ديالكم كله كاين في هذا الكتاب، وانا يمكن لي نقول لكم انه الان اتكلم كمسؤول سياسي وحزبي، هذا الكتاب خصو يمشي عند المعارضه، خصو يمشي عند الاغلبيه اولا، يمشي عند المعارضه ويكون فيه نقاش، الى كاين شي تطوير خصو يمشي عند المسؤولين الاداريين والاداره الترابيه المكلفه بهذا الشيء، هذا خصكم توصلوا ليها ان شاء الله. ومن بعد غادي يوصلني ابليك لا كاسكيت ديال رئيس الحكومه باش نشوفوا كيفاش يمكن تعاونوا باش نشوفوا هاد الافاق اللي بغيتوها للمستقبل ديالكم، وهذا الشيء في اقرب وقت. يعني المهم الخلاصه راه كاينه هنا، وكنشكركم على هذا العمل اللي قمتوا به. وانا طلعت على الكتاب اللي خدمتوا عليه وجبتوا مجموعه من ديال التوصيات. اولا كتقولوا انه من الضروري الاهتمام بالوضع الاعتباري المؤسساتي ديال المنتخبين. في هذه النقطة كونتوا واحد التصورات على الاختصاص ديال المجالس الترابية، وكونتوا كذلك رؤية واضحة على الصلاحيات اللي كتشوفوا أنها خصها تكون عند المجالس المنتخبة وعند الغرف باش تقدر تشتغل وتنفذ البرامج ديالها. كاين هنا. ثانياً تكلمتوا على تحسين الوضعية المالية والمادية للجماعات. ومن خلال النقاشات ديالكم والتوصيات اللي خرجتوا بها تبين لكم ان الجماعات ما كتقدرش تجاوب على الاكراهات وما كتقدرش تنفذ البرامج ديالها بسبب الاوضاع الماليه ديال هذه الجماعات. وبينتوا التصورات ديالكم لتحسين الوضع الماليه ديال الجماعات الترابيه على 4 ديال المحاور. اولا الجبايات المحليه، كتقولوا بانه بعض الضرائب المحليه المهمه بقات مشتته وصعيب التحصيل عليها، وهذا كيعني ان موارد كبيره كتضيع الجماعات. وانتم كمنتخبين اقترحتوا التجميع ديالها وتعطيوها الاسم ديال الضريبه المحليه. ثانيا المردوديه ديال الممتلكات يعني الجماعيه، وفي هذه النقطه اقترحتوا ان ممتلكات الجماعات سواء العقاريه ولا يعني كما كانت خاص يشكلوا مصادر مهمه لتمويل البرامج الاجتماعيه.
ماشي من المقبول اليوم ان الجامعات تكون كاريه للاغيار، الناس خوين عقارات بثمن اللي ما تغيرش من الخمسينات ولا من الستينات. ثالثا، خلق اليات جديده للقروض والتمويلات. على هذا الاساس اقترحتوا تسهيل اجراءات والمساطر ديال الاقتراض بالنسبه للجماعات الترابيه. في نفس الوقت اقترحتوا باش دار مراجعه شامله للاجراءات ديال صندوق ديال التجهيز الجماعي الفك باش تحسن الطريقه ديال الاستفاده ديالو ديال الجماعات من القروض ديال هذا الصندوق. اقترحتوا كذلك مراجعه اسعار الفوائد ديال هذه القروض اللي غادي تساهم في تخفيف العبء على خزينه الجماعات وغادي تساعد في الاستثمارات يعني المحليه. وهنا ما يمكن الا نستحضروا كذلك التجربه ديال جامعه اكادير بخصوص التمويلات المبتكره واللي مشات فيها كذلك الجماعه ديال الدار البيضاء كتوجد. هذه التجربه المبتكره يمكن ان نلجؤ لها في عدد كبير من الجماعات الترابيه المؤهله. غائبة عن الضريبه على القيمه المضافه تيفيا. هذه النقطه اقترحتوا باش يتم اعاده النظر في المعايير والشروط المعمول بها منذ سنة 1996 في توزيع حصة الجماعات الترابية من الضريبة على القيمة المضافة ضمانا للعدالة الاجتماعية. كذلك خاصة أن العائدات ديال التيفيا ارتفعت وواحد الارتفاع اللي هو مهم في هذه السنوات الأخيرة واللي خصو ينعكس على التحويلات اللي كتلقاها الجماعات. كما طلبتوا برفع نسبة التيفيا اللي كتستفد منها الجماعات الترابية 33% عوض 30% واللي كيعود تاريخ القانون المحدد لها سنة 1985 على أساس أن الحد الأدنى من الميزانية كتعرفوا واحد المئات ديال لي كومين مئات ديال لي كومين ما عندهمش البيجي دانفيستيسمون عندهم يلاه باش كيشتغلوا ويخلصوا يعني لي سالاري والفونكسيونمون ما عندهم شيء. حنا كنقولوا لا يمكن ان رئيس الجماعه عنده حاجيات ديال الاستثمار ديال السكان خاص يكون على الاقل هذوك الجماعات الصغار على الاقل اي جماعه خاصها يكون عندها 2 مليون ديال الدرهم ديال الاستثمار سنويا اللي كيجي اكثر اللي كيجيه كثر بصحته راه عنده الامكانيات ولكن هذاك اللي ما عنده والو اللي عنده زيرو راه ما يمكنش يكون رئيس راه كطلبوا منه باش يكون ان فونكسيونير يجي يخلص خدامه ويمشي بحاله ما عنده باش يخدم ما يمكنش. لا بد ما نجيبوا بعض الحلول اللي هي ايجابيه. اقترحتوا كذلك تبارك الله هادشي ديالكم ما كنحاول نلخصوا ولكن خدمه كبيره اللي تعملات. اقترحتوا كذلك تطوير الموارد البشريه اللي كتشتغل في الجامعات باش تعزوها بكفاءات جديده ونوفروا لها الظروف الملائمه باش تساهم في تنميه الجامعات الترابيه. واليوم بعد هذا اللقاء ديالنا ما خصناش كما قلنا نوقفوا على هذا التشخيص اللي هو موجود في هذا الكتاب ولكن لانه اليوم كلنا كنعرفوه ولكن خاص الفيدراليه الوطنيه المنتخبين تبع هذا الورش وتمشي تترافع على هذه الخلاصات عند الجهات والفاعلين المعنيين كما قلت لكم. هذا التصور اللي عندكم خاصكم تقسموا مع كل هيئه المؤسسات والاحزاب السياسيه وكذلك سواء كانت الاغلبيه والمعارضه وكذلك بالخصوص يعني الشريك الاول اللي هو وزاره يعني الداخليه. الاخوات والاخوه المنتخبون احنا في الحكومة وفينا بعدد من الالتزامات ديالنا مع المغاربة في 2.5 عام وواجهنا الكثير من التحديات على الرغم من كل الظروف اللي كتعرفوها جميعا. بقات كتنتظرنا تحديات ومواعيد خاصة ننجحوا فيها جميعا على غرار كأس أفريقيا وكأس العالم. وغادي نواكبوا المدن بهذا الصدد. وهاد الاجتماعات راه بداو مع السيد وزير الداخلية باش نواكبوا المدن اللي منتظر ان تحتضن هذه التظاهرات الدوليه الكبيره
على مستوى البنيات التحتية والجمالية والفضاءات الاستقبال وكذلك يعني لا موبيليتي، لأنه خاص بلي توصلوا 2029 يكونوا عندنا مدن تشرف المملكة المغربية في استقبال واحتضان هذا المعيد العام. وما نتسناوش 2029 باش نبداو نشتغلوا في هذا الشيء، خص من الآن كل سنة يكون واحد البرنامج ابتداء من السنة المقبلة ولا ميزانيفو ديال هاد المدن. وهذا العمل راه عطاه انطلاقة سيد وزير الداخلية، وحنا كأحرار نواكبه كنطلبوا باش يكون، لأنه من المهم أنه العدد ديال المدن اللي غادي تحتضن تكون في المستوى المطلوب ديال الزوار ديالنا، وهذاك هو وجهنا وهذاك هو الشغف ديالنا. حنا إلا سمحتوا إن شاء الله غادي نكونوا دائما في جنبكم، غادي نعاونكم إن شاء الله. اللي كنقول غادي نعاونكم، أنا كرئيس حكومة غادي نعاون يعني جميع رؤساء ديال الجامعات باش نكون عندهم إمكانيات باش يعطيو أجوبة اللي كيتسناوها المواطنين. وحنا داخل هذا الحزب قابطين الطريق ديال المعقول وديال الجدية ومسار الصدق والالتزام مع سيدنا الله ينصرو ومع المغاربة. ما جيناش باش نضيعوا الزمن التنموي ديال المغاربة، ما جيناش ندخلوا مع حلفائنا في الصراعات الخاوية كما كان ذلك الصديق وكنت في السابق وشتو داكشي كيفاش كان كيكون. حنا موجودين حيت بغينا المغاربة التنمية الشاملة، بغينا المغاربة يرتاحوا على مستقبلهم ومستقبل وليداتهم. المهم عندنا هي التنمية ولا شيء من غير التنمية، المهم عندنا هي الأسرة، الأسرة المغربية ومستقبلها. وهذه وقتكم وحنا معكم وخدموا بلادكم وغادي تلقاونا بجنبكم. هذه مرحلة جديدة إن شاء الله، نبغي نشجعكم باش تكونوا موجودين مع المواطنين. وأنا جد فرحان بأنه دزنا واحد هذه المرحلة ديال ما يسمى بالبيلون، كانت هذا شهر تقريبا حقيقة خلقنا ضباء ونقاش كبير في داخل البلاد وعلى المستوى العالمي. ما عمرنا ما يعني كان بعض رؤساء الحكومة كيجيو كيخطبوا ساعتين وصافي لوندوما ما كيبقى لا أثر. دابا كيديروا ما قبل وما بعد وبين النقاش موجود، وهذا حزب ديمقراطي بغينا الديمقراطية تحط. وباش نقول لكم بأنه يعني النتائج لهذا العمل اللي قامت بها الحكومة جد إيجابية بالنسبة للمواطنين، كونوا متاحين، جد جد إيجابية. إما يعني تشويش ولا هذا شيء عادي في السياسة، لاحظنا بأنه بكل صراحة يعني في بعض الأحزاب ديال المعارضة تلموا هذا الشيء كان قوي وعطى نتائج، أنه خلق ارتباك كبير عند بعض الأحزاب ديال المعارضة، كاين ارتباك وحنا كنتفرجوا، ولكن هذا لا يعنينا أنه الحمد لله الطريق ديالنا مسرحة والمسار ديالنا غادي نمشيو فيه وغادي نكملوا البناء ديال المغرب كما بغى سيدنا الله يصهو، وغادي نتعاونوا مع المغاربة وداك الشيء اللي في جهدنا غادي نديروه ما غاديش نقصوا. شكرا لكم.